اللي يبوق دجاجة ما يشتغل بالدولة. قال 30 مليار الباكة علاوي يمن، صفقة القرن يمن، 400 مليار يمن. استاذ انا هم كنت محكوم بزمن صدام وانحكمت 15 سنة او طلعت قبل السقوط وتعينت بسنة 2007 وفصلوني، او سبب حكمي على موت دجاجة بال97. دجاجة وانا اياد اياد شلونك؟ شلونك يا ايادي؟ على استاذ الحمدك الله. شنو الدجاجة بال97 شنو بايك يا باكينة؟ شبيه الدجاجة؟ والله ما ادري، حتى القاضي الحكم اللي بيضاته ما جبتني وياك. انت سويت للدجاجة اياد الحكي بيناتنا؟ اما قلت الله ما ادري بيها، بدي ارجع دجاجة واخذها من الشارع، دجاجة وحدة. انت اياد انت بايك دجاجة اللي اشتكى عليك الديج؟ والله يا يابا ما ادري يعني داخل القانون زمن صدام يقول دكتاتور والسوالف زين. انا اللي داخل زمن صدام محكوم 15 سنه يا يابا على الدجاجه. اي والله العظيم والله العظيم 15 سنه على الدجاجه. وروح على اخوي وروح على ابوي. اقول لك انت سامح، هذا عندنا مسؤول كبير يسمونه حرام الهوش. هسه انه بسنه انت طلعت مال الدجاجه 15 سنة. والله يا ابني انا من ناشدتك، انت استاذي وانت ابوي وانت اخوي، انت توصل صوتي. انت وين تشتغل اياد؟ انا والله بالغاز، يوم 8000 دينار من الصبح لليل. على الملاك لو عقد لو شنو؟ لا كنت قبل يعني غزق بالدفاع، بالدفاع كنت يعني دوام بالدفاع. انت هسه طلعوا عليك قيد جنائي لان بايك دجاجه؟ ما قيد جنائي، على مود دجاجه والله، بزمن صدام ب97. طلعوك بايق دجاجة. بالضبط صحيح. زين عيال اسمعني صار بشرفكم انا مع تطبيق القانون. اياد بايق دجاجة ما يصير اياد يشتغل دجاجة وحدة يعني واحد يطيني دروب يطيني دروب. اياد اطيني مجال. اياد بايق دجاجة بال97 بياسر طردوك اياد على مود الدجاجه بال2007 طلع القرار اياد عليه قيد جنائي لان اياد بايق دجاجه لانه الدوله حطيني دروب. اياد اسمعني خلوا اياد على الهواء على دجاجه. شوف الدوله الملائكيه، شوف رحمه الدوله، شوف عدالة اللي يبوق دجاجة ما يشتغل بالدولة. قال 30 مليار الباكة علاوي يمن، صفقة القرن يمن، 400 مليار يمن. قال هذا لين مقرود دجاجة. دجاجة انفصل انقطع رزقه. هسه آيات فقير واحنا فقراء والله يعاين من فوق، ولكم بكتوا البلد كله جايين على هذا المقرود يقول له بايك دجاجة. انتوا صدق تحجون؟ زين ما استحيتوا من الله؟ ما استحيتوا من رسوله؟ ما استحيتوا باكر اكو شيء؟ اكو يوم اسمه يوم القيامة، يوم ترفع به الظلمات. ايش راح يقولكم اياد؟ اذا دجاجة لا يضيع حقها في دولة العدل والانصاف، أرد أشوف شو تسوون بمزاد العملة، أرد أشوف شو تسوون بصفقة القرن مالت الضرائب، أرد أشوف شو تسوون بسرقات النفط، أرد أشوف شو تسوون بسرقات المخدرات بديالة، أرد أشوف شو تسوون بسرقات الشلامجة والمخدرات، وهذا الأعرج اللي بالشلامجة اللي مسيطر على منفذ المخدرات واللي دزوا عليه يجيبونه راحت لطيارة وما إجا. هسا على اياد على الدجاجه من الله لا يوفقكم، ولكم اكلتوا لكم بلدش كبره بعير براسه تحطه منا تطلع منا. انت ربي انت تسمع دجاجه